عشان الناس يقدروا يتواصلوا مع الصوم ويتعلموا مني ويستفيدوا. مصر 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 مرة واحدة مصر مصر أوس هو فعلاً عم بذكرني بطفولتي، لكن هو يعني عم هي بالنسبة له اللغة الأم هي اللغة المنطوقة، وعم بيكتسب لغة الإشارة. عكسي لما كنت طفل كنت أنا عم بتعلم اللغة المنطوقة وكانت لغة الأم هي لغة الإشارة. أنا بصراحة أشعر بسعادة يعني جمة بالنسبة لأوس، لقناة أوس، إنه عم بنشر لغة الإشارة بين الأطفال وبين حتى الكبار عم بتعلموا منه لغة الإشارة. إشارة تونس تونس. أحلى فيديو حضرته، كل الفيديوهات، ما في فيديو مش حلو، ما في فيديو حلو، كل فيديوهات حلوة. والأشياء اللي تعلمتها منه إشارة الألوان، هاي هي الإشارة، وتعلمت الفواكه، إشارة موز هيك، تعلمت كيف يعني ذكر وأنثى، ذكر يعني هيك وأنثى يعني هيك.